مولد الأذن تقنية متطورة تعمل على تطهير المياه المستعملة لإعادة استغلالها في النشاط الفلاحي والصناعي، والعملية تتم بمعدات جزائرية الصنع. من بين الاستعمالات تاعو عندنا الاستعمال في تحويل المياه الصادرة عن محطات معالجة المياه بالمعالجة الثنائية رجعوها معالجة ثالثية، اللي تخلينا اليوم نمشيو الى 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 الزراعه. عندنا الاستعمال الثاني وهو مياه الشرب. سقي ذكي هو اعتماد على اجهزه التقاط ترصد الحراره والرطوبه وملوحه التربه وترسلها الى جهاز خاص يتم قراءه هذه المعطيات وارسالها من خلال تطبيق يسمح للاخوه الفلاحين من التعرف على الزمن وعلى الجرعات المناسبه التي يجب منحها للنبته. حضور المؤسسات الأجنبية فرصة لتبادل التجارب والخبرات وعرض آخر الابتكارات في مجال التسيير ومعدات الري. حضورنا اليوم هنا لتعزيز الشراكة مع الجزائر في مجال تطهير المياه باستعمال مواد كيماوية جد متطورة لإعادة استعمالها في مختلف النشاطات. نعمل خزانات المياه غالفانيزي إينوكس أو جي آر بي. الخزانات هذوم يستعملوا في البيوت، في المستشفيات، في الأوتيلات باش نخزنوا المياه. حاليا التكنولوجيا الجديده هي جي آر بي. الجي آر بي في العمر يشد أكثر. الموارد المائية قطاع استراتيجي في مسار التنمية الشاملة، لذا وجب ترشيد استعمالها لضمان الأمن المائي للأجيال.